متواصلين معكم في فقرات صباح الشارقة. وحرص أجدادنا قديما على العلاقات الأخوية التي جمعتهم بجيرانهم، على اعتبار أن لهم حقوق وواجبات، ومن ضمنها الإحسان للجار والسؤال عن حاله، استجابة لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي حث على الاهتمام بحقوق الجيران وحفظ العلاقات الطيبة مع الآخرين. خلونا مشاهدينا نتعرف على مظاهر التكافل والتلاحم بين الجيران في الماضي مع الوالد والشاعر والباحث خلفان سلطان خلفان بن غفان. يا هلا ويا مرحبا بك. مرحبا اختي، يعطيك الصحه والعافيه. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير، شو اخبارك؟ على الطاقم اللي عندكم في هذا اليوم، السفينه هاي اليوم سفينه صباح الخير الشارجه. الله يسعدك. وعلى المشاهدين واللي يتابعون بن غفان. الحقيقه هذا موضوع يعني كان الاوليين طال عمرك يكنون كل خير لليار، لان يارك قبل ما تطلع الشمس إلي تشوف يارك، لأن الله سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم موصي على اليار. فالأوليين من 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 من, من تطلع الشمس الطالع ياره، إذا ما صار مكان، إذا ما صار يخدم خدمة ولا شيء يطالع فلان انتهى ما شفناك من يومين. نعم. سبحان الله، إنسان مريض ولا شيء ولا غيره، هو مريض لكن مرضن الزمن يديه قاصرة، فتحصل أن يوقف بينبه. يعني أنا كثير الناس في الستينات شفتهم يعني يقومون من 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 فراشهم اللي هم فيه بسبب أن هذا يار اللي دخل عليه، عانى على الخير وعانى على متاعب الحياة. وكذلك في الميلس إذا انقصر عنهم هذا الشخص اللي كانوا متعودين يشوفونه كل يوم، فلان ما يطالعوا ما شيء ما يخصني ولا أنا ما أدري بمغرب ولا سائل، لا في كل وقت تدخل عليه ويسأله شو قاصر انك؟ قاصر يديك شيء؟ والله لا انا ما ادري شو، قال لا انا شفت هاي الخيمه اللي عندكم مثلا ولا شيء غيره، اللي جايب له تشندل ولا جايب له حبال ولا جايب له دعون ولا يساعدون فيما بينهم ويبادرون في المساعده ويبادرون بدون ما يشاورون حد ولا شيء غيره. هذا انت مسؤول عنه، هذا انت مسؤول عنه امام الله سبحانه وتعالى. ما يقول انا مثلا زي ما عليه ما سوينا انا اليوم نسوي الباكر، لا ما شو عندهم قبل. يعني كانت قبل ما بين المنازل فري، والفري الصغير هذه الفري اللي من اللي يريد يبطل فري هود هدأ الريال موجود ولا وغير، يسأل عن أحوال الناس، إذا حد مريض ولا شيء إيش حال العيال، إيش حال الناس منقطعين. ناس كانت أسر طال عمرك يأخذون كبار السن ويخلون يليونه في مكان كذا، يتلايون وياهم في مكان يسووا له خيمة واللي يسوي له شيء، هو بعد ما يمتلم الصلب شيء. نعم. بس لأن المحبة والتواصل والتعاطف يبون هذا الشخص أن يظل مثل الحين قال وده مال عجزة وده مال غير ما شيء عندهم قبل هذا. يعني أنا شفت ناس يقول زيها ما يلكم، قال براية هذا وين سنة، هذا صاحب خير قبل. نعم. حاطين مر إلينا الله يسويه وهم يساعدون. الحمد لله. مثل ما ذكرت، حب الخير، الألفة، الوئام، التلاحم، التراحم، من الصفات ولله الحمد، الحمد لله، اللي اتصف بها أجدادنا. وما زلنا نحن نحاول نحافظ على هذه الصفات. نتكلم أكثر عن هذا الجانب. طال عمرك الحين الحمد لله، حتى الحين الحمد لله، الحمد لله الخير في بعض الأسر الحمد لله، الحمد لله، يعني الامتداد للأوليين. فتحصل يحاتون الشخص هذا. نعم. فلان ما يانا، فلان ما الأوليين عندهم كلمة قال أحبك يا ولدي، يحبك يا ولدي، وأحبك يا نافعي، اللي ينفعك بالخير، اللي ينفعك بالخير. يعني في ناس قبل مثل ما أقولش يعني ما يشتغلوا عند ناس، بس يزورونهم بالتواصل وبالمحبة. نعم. ويواسونهم في كل صغيرة وكبيرة. نعم. الحين حتى الآن، يعني حتى الآن في المقولات اللي كانت تتكرر عند الأوليين. نعم. حد ما ييلك لكن ما يعيض في هاليك، حد ما ييلك لكن ما يعيض في هاليك. يعني ها هو ما ييلك لكن تشوف أن هاليك أو أهلك ما بوقفين بجنبك بالمواقف الشخص اللي عندك. نعم. لأن هذا الشخص امتداد للأوليين. الحين الحمد لله الخير وايد، بس الحمد لله الحين مثل ما تقولين الناس مو مثل اول، الناس ما بلاهين. صحيح. ما عندهم لا ترى ايام البحر ولا ايام البر ولا ايام غيره، اكد المكده هذا كله هو
وعياله ويرانه. يا سلام، الحياة كانت بسيطة. 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 تعالي في الهوية. لا هوية طاح بيت. أنا يا رش وطاح بيت. مثلا دفوع، ما شي غير دفوع. يشيلوا له الصبح يقولوا له أبوي عندكم الصغار ولا شيء من كثر المطر وغيره، هاتوهم عندنا في المخزن ولا في الخيمة. شوفيني هذه الدرجة. لو يومين لو ثلاث. ولا تسوون خلون الضوء تلبق عندكم، نحب نسوي لكم كل شيء. يعني شوف ايش قايل، لا تخلون تلبق عندكم الضوء. كذلك في المناسبات. نعم. كذلك في الافراح، كذلك في الاعزاء، في العزاء، كلهم متماسكين ما شاء الله. وهذه النقطة المهمة والضرورية اللي سلط الضوء عليها شاعرنا، الجار قبل الدار. نعم. ولله الحمد الجار كان حاضر في كل المناسبات، في الافراح والاتراح، صحيح؟ نعم. في كل شيء. يعني مثلا حرمه من قطعه ارمله زين، يوها ضيوف خلونا روحه، لا بيون، حد يغسل العيش، يا سلام، حد يقطع السمك، حد جايب الحطب، ما عنده حطب بس يبيبون له. انا اذكر في ال65 جتنا حرمه من اهلنا، شو تبغي؟ تلجيم تقوى، التلجيم في فنيان مطحونه. اقول هاي كيف يا التواصل ما بينهم، اليوم اعطيك باكر تعطيني. نعم. حتى قبل يسوون هذه الصالونه كثروا ما شاء الله، أساسا يوزعون. وبعدين قبل ما شيء تكاسل مع الأولاد، أختي أمل ما في تكاسل. نعم. الأولاد مثلا يقولوا قمس بيت عمك ود هاي الطاسة فيها مرق ولا غيره، يصير ما يقول لا. هي. وما يشاورون حد. لا 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 ما شيء يصير ويودي، وممكن بعد ويجيب شيء. يعطون بعد شيء. يا سلام. منا تراحم كان بينهم وتعاضد كان بينهم. الحمد لله. الحمد لله. وما زالت بعد الآن الحمد لله في عندنا بعض الأسر محافظة على هذا الشيء إلى الآن. الحمد إلى الآن الحمد لله. أنت شوف إيش قبل رمضان شو يصير، الحمد لله حين الخير وايد. الأول ما تم إلين تسحب ماشي إلا هو هذاك الأكل، الحمد لله شيء يزيد. الحمد لله. يزيد ويصدقوا بعد. نعم الحمد لله. أبي أتكلم عن حقوق الجار. نعم. هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال يوصيني جبريل على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني طال عمرك الجار هذا لازم أنت تعطيه في منزلة كان واحد من أهلك. لأن هذا يوم من الأيام أنت يمكن بعد يديك تكسر ولا شيء، سبحان الله، هذا الدنيا دوارة. فهذا اللي يو ساعتك. في ناس أنا أعرفهم، في ناس أعرفهم يسوي تليفون حق الشخص يقول أنت شو، قال كل شيء اللي عليك طاح، كل شيء خلصت اللي عليك. أنا شوف بدون هو يعرفه شو اللي فيه. يعني هذا انت لين تموت تكن لك الخير، انقذك، طلعك من الحياه التعيسه. كل شيء ظروف. انا اعرف واحد ياره ينبه ما قال انا علي ما عليه في البنك وغيره، يعني اي قال له شوك والله انك مو مثل الاول ما تسولف وغيره، وهذا قال له الشيء اللي عليك في البنك طاح. شوفي الشيء اللي عليك في البنك هو عرف. يوم قال شو سويت اخوي كذا، قال لا انت عباره ابوي خلصتك من كل شيء. شوف التماسك والترابط هذا ممتد من سيره الاوليين. يعني انا اذكر جارنا الله يرحمه سيف بن صفان، ثم القويم سيف بن صفان العليلي، في رمضان يوم يوزع تدرين قبل الزكاه شيء بسيط. نعم. بالعمله الهنديه الاولي. نعم. اربوع اوروبيه وثمون وقروني فايجي ما يقول انا بوزع زكاه مثل الحين اتكلم. لا دق على الباب، ايتام موجودين؟ نعم ايتام موجودين. يجيبن من المتيسر اللي الله فرضه بالهدوء، وسلموا على اذا كان مثلا ابوه متوفي سلموا على امكم. ينتعشون، بيشتروا لهم عيش، بيشتروا لهم راشن، بيشتروا لهم شيء هلو بسيط. بس الاول كل شيء بعد رخيص. يونيه العيش، يونيه العيش مثل ما خبرونا 90 كيلو ب7 ربيات ما شاء الله. الحين شباب يوم يقولون قالوا هاي يبالغون، اي يبالغون، انتم ما جيتوا فيها في ياكل العهد من القهوة 3 ربيات، من القهوة ب3 ربيات، الحين وين المن وصلت فوق؟ ما شاء الله. الوالد سلطان. نعم. هل قبل كانوا يحلون مشاكل بعض؟ صح. اذا الجار مثلا عنده مشكلة معينة. صح. او كان مريض مثلا، كيف يساعدونه؟ هذا طال عمرك شخصي امل المجالس، مجالس الرجال الاولية، مجالس قضاء، تقول قضية. يعني قضية شيء صايرة، صاحب المجلس يومية هذا الريال اللي عندي مشكلة بين أهله ولا شيء، قال أباك شوي عقب ما يطلعون الجماعة، شوي أباك هنا. كان عاد هذا صاحب المجلس لازم يكون تكانه 16 آنة، يقاس الرجل بأجزاء الربية، وأجزاء الربية 16 آنة.
فيقول له انا بيني اهلي وغيري، قال وانا بيكم عقب صلاه العشاء باكر. تنحل الامور بهدوء. انت يا ما صارت قضايا قبل، ما في يصير محاكم، محاكم كانت صغيره. الرجال يحلون كل شيء هذه، وترجع المياه الى مجاريها. والاول الريايل قبل اذا جت مثلا البنت وغيره قال ابوي انا ما اقدر اكد عليك، يا رسيل عن زوجك، حب عيالك، حلوا نفسكم. يعني في ناس ياخذون الامور ببساطه، مو بزعيج وبغير، هذا ما يمشي، كل شيء بهدوء دائما. يوم انت ليش قالوا الاوليين يخبروننا الليل مغطي على يبال، يوم بينك وبين اهلك شيء تكلم بعدم حضور اليهال، لا تخلي اليهال يالسين، لان اذا شتمت الكبار خذ النبع من الصغار. خلي بهدوء دائما، بهدوء الا اذا طفى الكيل، بهدوء هاش علمونا قبل. شاعرنا والوالد والباحث سلطان يوم نتكلم عن هذه الأمور وهذه المواضيع دائما نتذكر أجدادنا، نتذكر الأوليين، نتذكر حتى الشلات. نعم صحيح. تستحضر أحد هذه الشلات تسمعنا شيء؟ والله الشلة واحد من الربع أذكرها، كنت أنا أدون على قصيدة، وهاي القصيدة أنا عديتها قدام المرحوم الشيخ زايد بن سلطان النهيان الذي أسماني فاكهة المجلس. فهذه أنا القصيدة عزيزة وغالية أنا سمعها الشيخ زايد الله يرحمه، وكانت أيضا بعد هو يقول يالس وجزر الدوبي في يزيره وما حد حذايه، كانوا هم جيران لكن الجيران عقب روحوا عنه ويلسوا في الجزيرة. يالس وجزر الدوبي في يزير وما حد حذاي، يا غل زاروق سنوبي صوب من شفجن بلا ماي، وصلوني دار محبوبي بصبيعتين محناي، يا علي تربات لي نوبي وقبعن عني بالغشاية، عقلي معين ومسلوبي ذبت والعلهم غباية، قبلكم حسين بغيذوبي والدار الخطب والقراي. يا سلام، يعني شلات جميلة في الحقيقة وكلمات جميلة وأداء يعني مميز مثل ما عودنا دائما شاعرنا. الله يسلمك. أتكلم عن المرأة قديما، ما شاء الله الحرمة والمرأة قديما كانت تسوي كل شيء. من الفجر تطلع الحرمة قبل، لازم ترعى شؤون بيته وأسرته، لازم هذا حق واجب عليها. يعني طال عمرك قبل هي من تقوم حتى الحطب اذكره يداتنا محطوط في التنور من متى؟ من الضحى. ما شاء الله. هذا كان عندهم، ما درسوا وقت بس يحافظون على الوقت. هي المربيه، وهي اللي تخدم، وهي اللي تسوي، وهي اللي تنس، وهي اللي تسوي كل شيء. الصفات متجمعه في المراه الاوليه. لا بعد عندك قبل الضحى ما تتحير، بقوم اسير اوري، حافظ على وقت زوجي بي من البحر، أو زوجي بي من الطرش إذا كان في أهلنا في البادية. يعني مقسمين وقتهم محافظين على وقتهم. كيف عن 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 تلام، يعني حتى إذا 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 حد من رب الأسرة قال ترى يوم عازمين سلطان ويا واحد، تعرف كم مقنن لك اللي بيسوون؟ سبحان الله، ما شيء يزيد مقنن والله. منو يا هالريال اللي بتعزمه؟ ويا فلان وفلان غير. وبعد حافظون على 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 العادات والتقاليد، يعني يسوون تجهيزات البيت. وين بيكون الضيف؟ في العريش اذا كان ما عندهم كذا حجر ولا غيره، في الميلس هناك برا مسوين كذا مثل يلسه، في البحر عندنا، في البر يختلف طبعا. فكل شيء مجهز، من يجون ويحطون لك المنتهي الاكل، خلاص ما شيء يتشب، ما فيه في هذاك الاكل، بيودون حق يرانهم يحسبون لهم حساب. لكن مو مثل الحين، يا الله شو قام بودي هذا اللي زاد. صح، هو كل شوي ما يحبون، لانه دائما يوم يسوون الشيء وتسال حرمه، يا الله سويتي له شوي، قالت رزق باكر على الله.
سبحانه ان شاء الله بسير وبتكد وبي غير. يقول ايش اثنين جالسين في الحي فيقول تعال انا ما تزوجت ويصيرون يفرجون محار لولو في 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 في, في, في المناطق القريبه في اول خيران من عندنا او مثل الشارجة مثل الامام مثل القوير وغيره. نعم. قال باكر ان شاء الله بنسير بنجيب محار وان شاء الله الله بيوفقنا اول الله يلا على بابك ولا خلطه يلا على بابك ولا خاب طلابك من يطلعون الصبح هاي كلمه مالهم. فيقول لك يا ابو محار ويا العصر الساعه 4 وفي القو الاوليه الثانيه الثالث الرابع الخامس السادس ولا الندانه في وجه المحاره في لوينه. سبحان الله يا سلام. قال له فلان ما شاء الله الحمد لله. قال انا ندعيت الفجر صلاه الليل والحين على 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 موعدي بزوجك واشتري خيمه خير وبركه. هي خير وبركه زوجه اشترى له خيمه زين وبعد زاد الخيمه ما شاء الله. شوف كيف فكانت المراه يعني تكن كل خير لهذه الاسره. نعم. وما تنسى اللي يجون يتقهون وياها اذا كانت هي. نعم. هي عند اسمعوا الاخبار عن البحار في حريم كانوا ويا ريايلهم يفردون المحار يبطلون المحار وياهم اساس يودونه داخل. انا شفت حريم في الستينات. نعم. يفردون المحار في حريم ساروا الى البر يبون الحطب ويا ريايلهم في المحامل. نعم. عندنا حطب يسمونه القصبه. نعم. يوم توريب عينك تعتمي من الدخان ما شاء الله. هذه يعني قبل هاي الحمد لله الله يعطينا الخير. نعم. في هذه الدوله المعطاه الله يعطي الصحه والخير شيوخنا ان شاء الله يعطينا الصحه والعافيه امين. ما شيء قصير لكن احنا طريحين انا اول. نعم. يعني حريم مساكين يا سات على التنور بيوره. نعم. شو الدخان تعب لكن. نعم. هاي الدنيا. شاعرنا قبل ما ننهي اللقاء معك. نعم. بغينا نسمع قصيده. ايه. عن الجيره. ايه حاضرين طال عمرك. القصيدة هذه طال عمرك نحن هداها لنا الشاعر من الذيد سلطان رفيسة. سلطان رفيسة يقول ذكريات اللمس بفراح وشجون ذكريات اللمس بفراح وشجون راسخة في الذاكرة طول الزمان نذكر أجداد قدرهم ما يهون أن تفكر في وطرهم كيف كان كل جهده وكانوا يبذلون ولا يعرفون التكاسل والهوان يا زمان إن كان له ذوق ولون ليجمع بين اللطافة والحنان الخوي لجل الخوي شف وعون والموده دائمة بين اليران الصديق يكون في وسط العيون له معزة ودوم قدره ما يهان المنادي بسترع ليه يفزعون الخوي يثيب لو كان شغلان أول يوم يقولون فزعة نعم. حاضر. نعم. ما يقولون له يوم تشتري الأولية والهوية الأولية. نعم يعطيك الصحة والعافية الوالد والشاعر والباحث سلطان خلفان بن غافان على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة حياك الله. إذن مشاهدينا مستمرين متواصلين معكم لكن من بعد هذا الفاصل قصير تريونا.